مخلفات وراءهن الخوف والارتباك، غير آبهات بمصاعب العلو والارتفاعات. هن 14 منخرطة في الفريق الوطني العسكري النسوي للقفز المظلي. اقتحمن مجال القفز المظلي الرياضي بعزم وثبات. هي إذن تجربة فريدة من نوعها لمظليات من مختلف الأسلاك العسكرية لجيشنا الوطني الشعبي. اخترن التواجد هنا تحديا لأنفسهن واقتناعا بأن خوض الصعاب ليست حكرا فقط على الرجال، واقتناعا بهذا التخصص. المراحل التحضيرية التي تمر بها المتربصات قبل تنفيذ القفز المظلي بالمظلات أساسية وحاسمة، حيث يجب عليهن أن يلممن بالجوانب النظرية للقفز المظلي قبل تنفيذه على أرض الميدان. كانت لي الفرصة باش نكون ضمن المنتخب الوطني النسوي للقفز المظلي، وهذا الشرف ليا. احنا ماذا بينا نكونوا عطينا ولو صورة هكا شابة للمرأة الجزائرية، وعطينا فتحنا المجال للزملاء تاعنا في الجيش الوطني الشعبي باش يجوا يمارسوا بهذه الرياضة. وكان لازم تكون عندك العزيمة والإرادة، وربي يوفقنا إن شاء الله. مرحلة التفتيش قبل صعود الطائرة هي ضرورية للتأكد من خلو المظلة من أي خطأ قد يحول دون فتحها. بعد ما قلنا بمرحلة لبس المظلة، تأتي الآن مرحلة التفتيش، وتتم عن طريق المدرب وين يفتش لنا كاع الأحزمة ويفتش كاع المظلة باش نهبطوا بسلام. المراحل التحضيرية التي تمر بها المتربصات قبل تنفيذ القفز المظلي بالمظلات أساسية وحاسمة، حيث يجب عليهن أن يلممن بالجوانب النظرية للقفز المظلي قبل تنفيذه على أرض الميدان. يجب على المظليات أن يتعرفن على الطرق الصحيحة قبل أدائهن للقفز المظلي. المستويات جد عالية والفريق جاهز، كل جاهزية. معهن بالإضافة إلى قدراتهن البدنية لإثبات جدارتهن وشجاعتهن التي تؤهلهن لاكتساب المهارة الصحيحة في القفز المظلي. الحمد لله يا ربي، تمت القفزة بنجاح، وانا لهنا في لازون داتيريساج، وكما راكو تشوفوا كاع ليكيب راهي بيان، وانا فرحانين الحمد لله على كلش. ان شاء الله النجاحات وحده. الحمد لله تمت القفزة بنجاح. ان شاء الله كلنا عزم باه نواصلوا ونكملوا القفزات تاعنا ان شاء الله اللي بقاو لنا. هكذا تم القفز المظلي بنجاح، وأثبت الفريق الوطني العسكري النسوي للقفز المظلي أنهن يستحقين وبجدارة لقب مظليات. هي
هي إذن تجربة رائدة وفريدة من نوعها لأول مرة في الجزائر، ميداليات تخطينا عثرات البداية بعزم في مسارهن الرياضي بجد وتفان، ليؤكدن أنهن قادرات على خوض غمار مختلف التظاهرات الرياضية التي استأثرن الإعداد لها بتفان وحزم، وتطلعهن دائما لتقديم الأفضل في المحافل الدولية للجزائر. نشكر القيادة العليا اللي دارت فينا الثقة التامة ووفرت لنا كامل الوسائل باش نكونوا نشرفوا البلاد في المحافل الدولية، والحمد لله يا ربي راني فرحانة بزاف وفخورة بنفسي وفخورة بالفريق تاعي. كوني منتسبة في الجيش الوطني الشعبي لشاث اني تحصلت على هذا الشعار الذي هو شهادة أهلية الكفاءة للقفز بالمظلات. نتمنى إن شاء الله أن نحقق نتائج جيدة بهذا الفريق الذي هو أول فريق في الجزائر سواء في المدني أو العسكري، وهذا حفز لنا. ونشكر جميع اللي وقفوا معنا وكانوا هما الدافع تاعنا، ونشكر القيادة هي اللي خلاتنا نحققوا الحلم ديالنا كأول نساء ميداليات.